أهلا وسهلا فيكم بمحاضرة جديدة. رح نتعرف خلال هالمحاضرة كيفية إنشاء كلمة مرور قوية جدا. بكل حسابات اللي نحن عم نعملها، سواء كان بريد إلكتروني، سواء كان سوشيال ميديا، سواء أي موقع إلكتروني، عادة بيطلبوا منا كلمة مرور لحتى نحن نحمي حالنا من الاختراقات. كمان من ضمنها هو حماية كلمة المرور تبعنا، فلازم نتعلم كيف ننشئ كلمة مرور قوية. في مجموعة نصائح رح انصحها، وفي مجموعة أمور لازم أنت تتجنبها، وفي أدوات رح أعطيك إياها كيف تعمل كلمات مرور قوية جدا. خلونا نتابع مع بعض. استخدام كلمات المرور قوية ومختلفة لكل من البريد الإلكتروني والحسابات المواقع التواصل الاجتماعي، ويمنع إعادة استخدام كلمة المرور الواحدة على أي مواقع أو حسابات إلكترونية. أنا دايما عم بنصح يفضل كلمة المرور تبعي تكون مختلفة بين حساب وحساب، بين موقع إلكتروني وموقع إلكتروني، بين منصة سوشيال ميديا ومنصة سوشيال ميديا. ما تستخدم نفس كلمة المرور لكل حساباتك السوشيال ميديا، نصيحة، لأنه إذا أي شخص اخترق حساب واحد فعملية أنت عم تعطيه هدية فوقها كل حساباتك السوشيال ميديا والبريد الإلكتروني تبعك. فيفضل ما تستخدم نفس كلمة المرور. ويجب أن تكون كلمات المرور كالتالي: أولا، إنشاء كلمة مرور لا تقل عن 16 حرف. ما تكتب لي 6 أو 8 أو 4، يفضل يكون أقل شيء 16 حرف ورقم ورمز. ثانيا، استخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز، مثل هل الرموز اللي انتم عم تشوفوه قدامكم، مع مراعاة عدم تكرار أي منها في كلمات المرور. تكتب آت، علامة دولار، هاشتاج، النسبة المئوية، كل الرموز اللي فوق الكيبورد إذا بتشوفوها بنقر شيفت، وأثناء النقر على الرقم رح يتحول لأحد الرموز، يفضل أنت تستخدمها بكلمات المرور تبعك. ثالثا، استخدام كلمة مرور مختلفة لكل موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني. هاي سبق وحكيناها، يفضل يكون لكل موقع إلكتروني له حسابه وكلمة مرور هو الخاص، حتى السوشيال ميديا كمان. رابعا، يفضل تغيير كلمة مرور بشكل دوري، يعني كل شهر أو كل 6 شهور أو كل شهرين أو كل سنة أو كل أسبوع. يفضل، أنا شخصيا مثلا أفضل كل شهر تغير كلمة مرور لحساباتك اللي كتير حساسة، يعني مثلا فيها أمور جدا شخصية وإذا راحوا ما عاد يرجعوا، فيفضل تغير كلمة المرور بشكل دوري تحسبا لأي طارئ. رح نتعرف على الأمور اللي لازم نتجنبها أثناء إنشاء كلمة المرور. أولا، عدم استخدام المعلومات الشخصية في كلمة المرور الخاص بالحساب، مثل أرقام الهاتف أو المواليد أو اسم المؤسسة أو أسماء المقربين. وهذا الخطأ كتير شائع، بيستخدموا رقم الموبايل وآخر شيء بيضيفوا عليه مثلا رقم ثاني، أو مثلا المواليد تبعه، أو اسم المؤسسة اللي هو عم يشتغل فيها، أو أسماء المقربين، اسم زوجته، اسم ابنه، اسم أبوه. هالأمور يا جماعة يفضل ما تعملها، لأنه بيكون أنت فريسة كتير سهلة لأي شخص قريب منك أو بيعرف معلومات بكل بساطة يفوت عندك على بروفايل السوشيال ميديا بيعرف عنك كل هالمعلومات. فيفضل ما تستخدم هالمعلومات الشخصية أثناء إنشاء كلمة المرور. ثانيا، عدم استخدام حروف وأرقام يعني متسلسلة أو حروف متسلسلة، مثل لما أنت بتكتب E B C D E F G مثلا، أو 1 2 3 4، هالأمور يعني لا يفضل. أو لما أنت تعمل تنقر على لوحة المفاتيح بأزرار متتالية بالإنجليزي، لما أنت عم تكتب من A S D F G، لاحظ معي هيك بيطلع بتسلسل من اليسار لليمين. هاد كمان ما بنصح فيه إذا أنت يعني بتنقر على أزرار متتالية بلوحة المفاتيح. ثالثا، يجب أن لا تحتوي كلمة المرور على أي كلمة موجودة في القاموس حتى لا يوصل اختراقها. هتقول لي كيف يعني؟ المخترقين جدا اذكياء يا جماعه وجدا عباقره، وهن منه شخص عادي. لحتى انت بتعرف الشخص اللي حتى يصير مخترق لازم يقرا كم كتاب، ولازم بيكون عنده كم مهاره وكم سنه خبره بالمجال التقني لحتى يصير مخترق، وبالتالي شخص منه بسيط اوكي، وشخص جدا عبقري.
فمن ضمن الأمور أثناء كتابة كلمة مرور أو اختراق أو تخمين كلمات المرور للعالم هو استخدام قواميس وعمليات احتمالات. عندهم أجهزة خاصة، كمبيوترات خاصة، وبيتم عملية الاحتمالات. بيجيب الحروف من القاموس وبيركبها، بتجيب كلمات من القاموس وبيعطيها تخمينات واحتمالات. يعني احتمال بنفس الثانية بيعمل لك، أو بنفس الدقيقة بيعمل لك آلاف الاحتمالات لحتى يطلع الرقم كلمة المرور تبعك. فلا يفضل استخدام أي كلمة موجودة مسبقا بالقاموس، حتى الكمبيوتر المخ الكمبيوتر يعني يعني يفضل، يعني لما أنت ما بتدخل أي كلمة موجودة بالقاموس، وبالتالي ما رح يكون عند الكمبيوتر بدماغ الكمبيوتر هاي الكلمة، فيفضل ما تستخدمها. وهلا خلونا نتعرف على الأدوات أو الأداة العظيمة اللي أنا عم بستخدمها، واللي هو اسمها Last Pass، لتخمين أو لإنشاء Generate Password. لاحظ معي، رح أعطيكم هذا الرابط بالمصدر أكيد. أثناء الدخول إلى الرابط لاحظ معي بطريقة تلقائية بيكون 12 الطول الباسورد. أنت بإمكانك أنت بتعمله مثلا 16 لاحظ معي، أو مثلا 20، ومن هون بيريفريش بيعملك جنريت للباسورد. لاحظ معي كلمات مرور جدا جدا صعبة، بيتم استخدامها الحروف والأرقام والحروف الكبيرة والصغيرة مع الرموز إذا أنت بتلاحظها، فبيكون عملية اختراق جدا جدا صعب. بعد ما انت مثلا عجبك باسورد معين، من هون بتعمل كوبي وبتستخدمه لحتى تعمل انشاء حساب بسوشيال ميديا او باي موقع الكتروني ثاني. بامكانك بعدين تحفظ كل هالباسورد عندك على الموبايل بنوت بملاحظات معينة، اوكي، بتضيفها مثلا كمستند او عندك على الكمبيوتر او على ورقة كمان تكون عندك بالمكتب. انت بتكتب مثلا فيسبوك وبتاخد الباسورد لفيسبوك مشان انت ما تنسى هذا الباسورد تبعك. طبعا لاست باس عندهم كتير خدمات، من ضمنها انه انت بيعمل لك حفظ لكتير مواقع وباسورد اذا بتلاحظ من خلال الموقع الالكتروني تبعهم، وانت بكبسة زر بيرجع لك الباسورد كل موقع على حدة. بالإضافة عندهم extension يعني إضافة بينضاف لكل المتصفحات، من ضمنها كروم وفايرفوكس والأوبرا. موقع جدا عظيم ورائع، يفضل أنت تستخدمه، أوكي، والأسعار منه كتير غالية. إذا بتلاحظ هو للشخص العادي 82 سنت يورو، يعني قول يعني 3 يورو بالشهر. او انت بامكانك كمان تاخذ اول شهر فري وبعدين رح ياخذوا منك تقريبا 3 يورو بالشهر. عندهم كتير امور اذا بتلاحظ كتير حلوه يفضل انت تستخدمها، ولكن بالمبدا نحن عم نستخدمه ليعملنا جنريت للباسورد بطريقه كتير حلوه. لاحظ معي، وانت من هون انت بتزيد الطول. انا حكيت يعني يفضل يكون اقل شيء 16، انت من هون انت بامكانك تلعب بطول الباسورد وبتعمل جنريت جنريت. لاحظ معي عم يعمل لك كلمات مرور وهميه يعني، وهي صعب اختراقها، انت بتستخدمها بعدين لحساباتك السوشيال ميديا. هيك بنكون خلصنا هالمحاضره وتعرفنا كيف نجيب وننشا كلمات مرور جدا قويه. ابتداء من المحاضره القادمه رح تتعرفوا على امور يا جماعه، حتى ولو المخترق عنده ايميله الايميل تبعك وعنده الكلمة مرور تبعك، كمان ما فيه يخترق الحساب تبعك. رح نتعرف خلال المحاضرات القادمة على الامور اضافية واللي هو بيسموه المصداقية الثنائية. حتى الشخص المخترق عنده الايميل وعنده الباسورد، كمان ما يقدر يخترق الباسورد او الحساب الالكتروني تبعك او اي موقع او حساب للسوشيال ميديا تابع لحضرتك. تابعوا معنا المحاضرات القادمة لحتى تستفادوا من هال